على حاجه بالتزامن مع كلام حضرتك وفعاليات المؤتمر الاقتصادي. بنتكلم كمان عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اللي اصدر دراسه بتكشف عن جهود الدوله في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العداله الاجتماعيه. تناولت الدراسه دي المحور الاقتصادي في مجال العداله الاجتماعيه. خلونا نتكلم اكتر بالتفصيل في قراءه لهذا مع ضيفنا دلوقتي اللي معانا على التليفون الاستاذ جمال العفيفي الكاتب الصحفي ومدير جميل العفيفي والكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الاهرام. صباح الخير على حضرتك يا فندم. في اي القطاعات ظهرت العداله الاجتماعيه وتحققت بشكل كبير مع كمان الازمه الاقتصاديه اللي بتعيشها مصر كجزء من العالم، ويمكن تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن منظومه الصحه على وجه التحديد؟ هو في البداية طبعا صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مصر كلها إن شاء الله. طبعا أهم شيء تم تنفيذه على أرض الواقع في مجال الصحة خلال الثمان سنوات الماضية عدة محاور اشتغلت عليها الدولة في نفس الوقت. أهم محور فيهم اللي هو القضاء على فيروس سي وعلاج كل المصابين بفيروس سي داخل مصر، وتقديم لهم كل الدعم وكل العلاج بالمجان. طبعا ده كان في بداية الاستراتيجية في مجال الصحة. ثم أيضا القضاء على قوائم الانتظار، يعني زي ما اتكلم سيادة الرئيس امبارح ان في اكثر من 1.4 مليون على قوائم الانتظار تم الانتهاء منهم. قوائم الانتظار بتنتظر لسنوات طويلة جدا من أجل إجراء عمليات حرجة وتقديم الدعم الطبي لهم وخلافه. فطبعا الجزئين دول كانوا مهمين جدا في البداية. ثم بعد ذلك الكشف المبكر عن الأمراض من خلال 100 مليون صحة، مبادرة 100 مليون صحة. تم الكشف على جميع المواطنين وبنعرف في البداية الدولة تقدر تقيم مين اللي عنده أمراض مزمنة زي الضغط زي السكر زي السمنة وكيفية وتحويل المرضى إلى العلاج الفوري على أساس أن هو الدولة تبتدي تتعامل صحيا مع هؤلاء المرضى ويتم علاجهم مبكرا. ثم مبادرات أيضا الكشف عن سرطان الثدي للسيدات، ثم مبادرات للأطفال. العديد من المبادرات في مجال الصحة تم تنفيذها على أرض الواقع. طبعا احنا شفنا الحدث طبعا المهم مع ازمه كورونا. وازمه كورونا كان في الامصال وكان في استطاعت الدوله ان تحتوي هذه الازمه بشكل كبير جدا من خلال فتح المستشفيات، تقديم العلاج بالكامل من خلال البروتوكول اللي تم تقديمه للمواطنين، الامصال توفير الامصال وتطعيم العديد او اغلب الشعب المصري بال أمصال، وأيضا بناء مصنع للأمصال بالتعاون. ده عظيم جدا أستاذ جميل. لما نيجي نتكلم، وإحنا شفنا طبعا العرض اللي قدمه دكتور مصطفى مدبول امبارح عن كل قطاعات الدولة والعمل اللي تم خلال الفترة اللي فاتت، ممكن حد يسأل أهمية هذا المؤتمر؟ إحنا ليه عاملين هذا المؤتمر؟ هو طبعا هذا المؤتمر في الوقت الحالي إحنا أمام أزمة عالمية بتضرب العالم كله، هي الأزمة الروسية الأوكرانية. وهذه الأزمة جاءت بعد أزمة أيضا قبلها اللي هي أزمة كورونا، تأثرت اقتصاديات كبريات الدول العالمية بسبب هذه الأزمة، في التأثير في مجال الطاقة، في مجال سلاسل الإمداد وخلافه، حالة التضخم اللي في العالم كله. طبعا احنا الدولة المصرية في الوقت الحالي هي طبعا بناء على الاستراتيجية اللي كانت موضوعة من 2014، هذه الاستراتيجية قدرنا ان احنا نقاوم. الدولة المصرية تقف امام كل الأزمات اللي تمت وخاصة أزمة كورونا، وحتى هذه اللحظة احنا واقفين أمام الأزمة الروسية الأوكرانية. ده نتيجة زي ما بقول لحضرتك الاستراتيجية، ولكن هذا المؤتمر الاقتصادي يطرح الأزمات، يطرح المشاكل اللي موجودة داخل الدولة المصرية وكيفية إيجاد حلول لهذه الأزمات بناء على دراسات وبناء على خبرات اقتصاديين، كيفية العبور بالدولة من الأزمات المحتملة أو الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي. وهو ده اللي كان الهدف منه من إنشاء هذا المؤتمر. عظيم، كل شكر لحضرتك يا فندم. أستاذ جميل العفيفي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك.